دلوقتي احنا معانا كمان نموذج مختلف من نماذج نجاحات المرأة المصرية، نموذج مهتم بقضايا البيئة والحفاظ عليها ونشر الوعي البيئي. هي ليها مغامرات كتيرة جدا بالدراجة، بتقوم دلوقتي في اللحظة دي برحلة بدراجتها من كينيا لجنوب أفريقيا من أجل رفع الوعي بتقليل أو ترشيد استخدام البلاستيك. خلينا نرحب على التليفون بيسرى منير. يا يسرى صباح الخير عليكي. صباح النور. ايه يا يسرى، من كينيا لجنوب افريقيا، يعني ما شفتيش مسافه اقل من كده يعني علشان تعملي كل المسافه دي بالدراجه؟ مش كتير شويه؟ هو كتير بس ده كان حلم عايزه اعمله من زمان فقررت اعمله دلوقتي. طب اشمعنى اخترتي خط السير ده؟ اشمعنى من كينيا لجنوب افريقيا؟ ايه يعني ليه؟ انا كنت عايزه اصلا اعمل من الكايرو لجنوب افريقيا، بس عشان خاطر الاحداث اللي بتحصل في السودان فقررت اعملها من كينيا، عشان خاطر برضه اثيوبيا برضه فيها مشاكل وكده، فعشان كده قررت من كينيا لجنوب افريقيا، فهاخد الخط كله. جميل. مش عارفه احنا بنقيس بالكيلومتر ولا بنقيس ازاي عشان نعرف المسافه اللي يعني المفروض ان انت تقطعيها بالدراجه. هي حوالي 8000 كيلو. 8000 كيلو. رقم كبير. طب انت دلوقتي من ال 8000 قطعتي قد ايه؟ لا انا لسه ما طلعتش. لسه ما طلعتش. بس كل رحلاتي تبقى مثلا اخر رحله ليا كانت من المانيا لايطاليا عملت 500 كيلو بالعجله. بسيطه 500 يعني مقارنه ب 8000 ده رقم كبير جدا. بس في الشهر يعني في الشهر 500 شهر. طب ليه اخترتي بقى، احكي لنا كده، ليه يعني امتى ابتدى اهتمامك بقضايا البيئه؟ وليه كمان اخترتي فكره التوعيه بتقليل استخدام البلاستيك؟ دي حاجه بعملها اصلا في حياتي اليوميه، فاللي انا بحاول اقلل البلاستيك اكثر ما يمكن يعني، فمثلا ما بستخدمش اكياس بلاستيك، مثلا بستخدم حاجات اكياس بدل الكيس قماش بلاستيك، بستخدم حاجات قماش شنط قماش عشان اروح اتسوق وكده، فالاوريدي الحاجات دي عندي اصلا سيسرى يعني في حياتي اليوميه. تمام. انت اصلا مقيمه في مصر؟ ولا مقيمه في القاهره. طيب فكره ان انت بقى تقطعي مسافات كبيره جدا بالدراجه دي ابتديتيها في مصر ازاي الاول يا دكتور؟ سوري ممكن تاني؟ ازاي ابتديتي فكره انك تعملي مسافات كبيره بالدراجه علشان هدف معين؟ يعني اول رحله عملتيها كانت امتى وعملتي مسافه قد ايه وكان ايه الكوز بتاعك او ايه الهدف بتاعك؟ الهدف كان الرحله عملتها من اخر رحله اللي عملتها مثلا كانت الرحله اللي هي من المانيا من المانيا ايطاليا، دي كان هدف ان انا اكسر، كنت عايزه اعمل حاجه تشالنج واكسر الخوف وكده يعني، قررت ان انا اعمل الرحله دي واعدي في جبال الالب. فكانت رحله بالنسبه لي صعب قوي بس عملتها في الاخر يعني بعد مجهود كبير يعني. طب رحلة بقى أو خط كينيا جنوب أفريقيا اللي هتشتغلي عليه دلوقتي عشان فكرة التوعية بتقليل استخدام البلاستيك، كلمينا الرحلة دي بتعمليها إزاي من ناحية إنه هل مثلا بتمر على محطات معينة بيبقى في لافتات معينة بتشيليها بتقولي يعني، هل بس مجرد التشالنج أو التحدي إنك أنت يعني تستقل الدراجة من نقطة ألف إلى نقطة ب، ولا بتقومي بأنشطة خلال الرحله دي؟ هو انا بحاول اعمل على الاقل في اليوم يعني في كل يوم احاول اشيل يعني اشيل الزباله من الطريق يعني على الاقل ثلاث حاجات في اليوم اشيلها معايا وانا بالعجله يعني كنوع من انواع تقليل يعني تقليل البلاستيك اللي هيقابلني في السكه يعني. اكيد. طيب ده هدف كويس قوي بيتوافق مع الاهداف العالميه. احنا لسه كان عندنا مستضيفين من اقل من سنوات قليله جدا كاب 27 وكنا بنتكلم فيه عن اهميه ان احنا نقلل استخدام البلاستيك، فواضح ان انت ماشيه كده مع الترند العالمي ومع السياسات اللي بنحاول دايما نعملها في مصر. كل الشكر ليكي يسرى منير اللي هتقوم برحله خاصه من كينيا
ولغايه جنوب افريقيا للترويج لتقليل استخدام البلاستيك. شكرا جزيلا ليك. شكرا ليك يا يسرى، وربنا معاكي. 5000 كيلو من كينيا لجنوب افريقيا، طبعا 8 كمان، 8000 كيلو، مسافه كبيره جدا، لكن الرساله مهمه جدا، رساله وعي، رساله ان لازم نقلل استخدامنا للبلاستيك ولازم نحافظ على البيئه وعلى الكوكب زي ما بتقول يسرى.